إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، صباحكم مبروك. كنتمنوا لكم يوم مبارك سعيد في هذا اليوم الجميل. هو يوم استثنائي، ذكرى عزيزة على قلوب المغاربة قاطبة من طنجة للقويرة وداخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ذكرى تجسد لتلاحم الشعب المغربي على العرش العلوي المجيد، ذكرى المسيرة الخضراء. 48 سنة مرت على المسيرة الخضراء منذ انطلقت في 6 نوفمبر 1975 ومشى فيها 350 ألف مواطنة ومواطن بعدما سمعوا نداء المغفور له الحسن الثاني رحمه الله. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحية أرض بلادي، أرضك صبحت حرة، مرضنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. وفعلا المراد كمل، وفعلا الصحراء تحررت من الاستعمار الإسباني وأصبحت مستقلة، والحمد لله اليوم الصحراء مغربية. ومعنا إحدى المناضلات المغربيات الوطنيات اللي مشاو المسيرة الخضراء، مني كان العمر ديالها 22 سنة، غتحكي لينا على ذكرياتها مع هذا اليوم الجميل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيدايرة لمينة؟ لا بأس بنتي، أنا دوزت الصحراء، مشيت ليها ومشينا فتنا ديك اللي دار فيها عثمان الراية، فتناها بتسعاد الكولومير، وكان الناس زعما متحمسين باش يدخلوا. وهذيك الليله كان مات فرانكو وما دخلناش، وجلالة الملك الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه ويلحقنا كاع مؤمنين عنده، وهو مسكين خطب قال لهم ما تدخلوش وراه غادي نموتوا وغادي نديروا. كانوا الناس محمسين باش يدخلوا، ولكن كانت خطر على الناس. وشنا الناس قال لك كانوا القنابل، حيت هو كان باغيها مسيره سلميه. كانوا دايرين هما الكفار دايرين لنا دوك داك الشيء دايرينه في الارض، الاستعمار الاسباني، الاستعمار الاسبان. وهذاك فرانكو جاب الله ملي مات الله يرحمه تا هو، حنا ما غاديش نحكموا عليه، وربي انتقل وما خلاش الناس يموتوا. هذوك الناس كانوا غيدخلوا بزاف الناس، حنا تمشات كانت مقاطعة داخلة الأولى، دخلت لهذيك ديال فين دار عثمان الراية الأولى، والثانية ديال النمرة ثلاثة والنمرة خمسة والنمرة جوج والنمرة واحد والنمرة هذه. أنا من النمرة جوج ديال بوطويل كنت كنسكن بورغون، ودابا أنا كنت مسمية أمينة الضحاك، حيت ما كانتش عندي الكنيه، كانت عندي عكارني، ما دايرينش ليا الكنيه والديه، ما عنديش عقد ازدياد. ودابا انا كنتسمى امينه الكمالي، وكنعيش في المغرب وكنعيش في اسبانيا. انا عندي 34 في اسبانيا. 34 عام. 34 عام. الوقت اللي كنتي في المسيره كانت عندك 22 عام. اييه. وكنتي مطلقه ديك الساعه بوليدات. عندي الولاد بثلاثه. اها. وكنت كنخدم ونعطيهم ونمد ليهم وكل شيء، وتنكسيهم وتنصبطهم، وما كنتش ناسيهم عذبوهم. ولكن كنت كنضرب واحد الطريق راها باقا من مديونه، كنجي من مرشيش، كنجي من مرشيش وكنمشي طال سيدي ابراهيم، ونفوت سيدي ابراهيم مع 3 كيلومتر، وكنمشي على رجليا وتنجي على رجليا وتنكسيهم وتنصبطهم وتنكسي حتى ولاد الراجل. وهكاك وتهليت فيهم، وملي كبروا تزوج الدري وبنيت ليه، تزوجت الدريه وكسيتها وقريت ليها اولادها، ودابا تيعيروني بالكلبه. شكون هما دوك يعيروك؟ اولاد ولدي، اولاد بنتي، اولادي ولدي، ولدي وبنتي. كتقول لي راه الكلبه اللي كتخلي ولادها، انا وليت كلبه والكلبه ما كتخليش ولادها، عند الناس راه ما كتخليش. حاشا على انت خليتي ولادك؟ انا خليتهم على ود بوهم كان كيضربني، وها هو وجهي راه كله مضروب وكله معروف، وكان كيصوتني، وكنت جيعانه وكنت حفيانه وكنت عريانه، وكانت كتكسيني عمي، حتى الماكله ما كانتش شبعانه في كرشي. وملي خرجت وقلت غادا نمشي نجيبهم، خويا ما بغاش ليا، مي ما غاتشدهمش ليا، وقلت لخويا دير ليا براكه حداك وانا نخدم في العتله ونكبر ولادي ونجيب وليداتي. ملي طلقني، طلقني الراجل، قلت مشاو جوجوني براجل اخر بلا كاغط بلا ورقه بلا جوج خويا. وفي التالي ولدت مشيت بركت شهر ونص،
خديت بنت وجبتها وعطيتها لاختي وكبرت اختي وانا اللي كنت رافده وانا اللي كنت كنخدم. هذا الراجل اللي هو باش ولادك؟ لا. واللي عطاوك ليه بلا كاغد؟ لا. واحد اخر تولتي معاه بنت؟ بنت مشيت برك تعي شهر ونص صافي ولدت بنت. تكرفصتي الحبيبه. ولدت بنت هي فاش جيت ولحتها لبنتي لاختي وشدتها اختي وانا وخرجت تنخدم وتنشري ليها الحليب. الحليب كانت كتشريه ليا المراه اللي كنت خدامه عندها هي فرمليه كانوا كيجيبوا ليها الحليب من فرنسا. هي هذيك الساعه في 74 راه هي الحليب راه ما تقدرش تشريه بالفرن راه انا كنت خدامه بالفرن وفعلا سمحوا لي انا راه هاد الهضره اللي تنقول راه واقعيه. وكانت كتجيب ليا الحليب كانت انا مربيه ليها ولدها وتجيب ليا الحليب النص ليها والنص كدير توام قالت لك هي تدير توام وكيجيبوه لها من فرنسا. راه الحليب تاع ايميال كانوا يقولوا ليه ليميال راه انتم عارفين وشحال الثمن كان راه كان بال فرانك ب 74 على انا غدا نقدر نشريه. وكنت كنخدم عندها وكنوض كنت خدامه هي شحال من واحد كاين هي ولادها هي ولادها ثلاثه اربعه وعاد عدوستها وعاد لوسها وعاد لوسها وعاد طفلتها وكنوض نخدم عليهم كلهم نصبر لهم وكلهم نعجن ونخباز وكل شيء نديره ونجفف وكل شيء باش هي تربي لي بنتي تكبرها لي بالحليب وانا عطيها لاختي واختي كانت باركه مع الربايب وشاداها ودابا كتحرش عليا بنتي دابا ما كيردوش ليا البال دابا اختك اللي كتحرش حرشتها عليا وما خلاتهاش كتحن فيا دابا راه كنت خاصم معاها ومخاصمه مع راجلها وراجلها بركي عير فيا وكان بارك عدي وخوني وملي قلت لهم راه كيخوني وكيقول لي الهضره الخايبه انا ما نقدرش نقول راجل اختك راجل بنتي كيعايرني كان بارك عدي وانا اللي دخلت وانا اللي كريت ليها وانا اللي درت ليها الدار ودابا راه شدت الدار على قبلي انا شدت الدار في اسبانيا كتخلص عي 50 الاورو وفي التالي شبع فيا معيور وكان كيجي عند اختي واختي كتهلا فيه وكنقول لها ما تشديش حيت هو كيعايرني ما خصكش تشديه ملي كيعايرني انا نسيبته اشنو هو اللي غادي يعايرني هو بهذاك المعيور ومن شحال عندك ديال الوليدات؟ ثلاثة جوج مع الراجل الأول وبنت مع الراجل الثاني ما حطهاش في الحالة المدنية هي ما حطهاش الراجل الثاني ما حطهاش حيت عطاوك داركم بلا كاغط عاطيني الراجل بلا كاغط بلا نص عطاها ليا قال لك هي ماشي بنته وديتها وانا ما حطيتهاش حطتها اختي شحال كان عندك من عام ديك الساعة؟ وعندي يلا 19 عام الولدة الثالثة هذه الثالثة يلا ولدتها ولدتها في 74 شهر 7 ما عنديش شي بزاف باقا صغيره وانا انا تزوجت صغيره انا تزوجت بنت 13 عام والدري تخلق عندي بنت 15 عام الله يا حبيب الله كلهم انا ولادي هذوما اللي كملت معاهم انا 19 عام انا مطلقه والبنت عندي باقا صغيره وكانت شادها لي اختي واختي انا كنت كنصيرها هي دابا هي اللي رباتها هي اللي رباتها وحطتها على الراجل وما راه حاطينها على مراه اخرى ميته ما كانش عندها حتى هي الكاغط ما كانش عندها وحطتها على مراه ميته حطيناها على مراه ميته هذه بنتك بنتي ما تحطتش حتى على اختي دابا السميه ديالها هي ماشي بنت هذاك هي بنت واحد اخر وحطها راجل اختي على سميته وكانت هي المراه كانت ميته في السبيطار وما تحيدتش من الحاله المدنيه وتحطت مرتو الاولى قبل ما ياخذ اختك وتحطت مع ولادو دابا هو اللي دايرها راجل اختك دار فيها خير دارها في سميتو والله يخلف عليه على حساب حيت ما عداش باش غتحط والله يخلف عليه دابا كتلومني كتقول لي علاش ما تحطيهاش تحطني عليك قلت لها انا ما كرهتش باش غنحطك بنت حرام يلا شنو غندير لي انا يلا خرجت بن شهر ونص ما عندي لا كاغط لا والو ودابا كتعايرني وكتسبني وكتحرش عليا وراجلها كيبركي عاير فيا ونادت البنت الكبيره حتى هي شبعت فيا معيور هي جابت المراه والمراه ما صدقتش ليهم ونادوا لي بركو يعايروا فيا ونادت لي ولادها صيفطوا لي الاوديويات خايبين ناض ليها ولدها واحد خاينه حتى هو بركي يعاير فيا ونادت هي والولد حتى هو هو حرش عليا مرته قجتني على ولاده على ولاده
ولادو جرى عليهم هم ميته وجرى عليهم مرات. هذا هو عندك تاهو هذا هو عندك مرة خدا مرة أخرى خدا بنت خويا وهذه قجة ديال بنت خويا ها هي. شوفوها الناس ما عمركم تثيقوا وديروا الخير في ولاد خوك ولا خوك ولا اختك ولا حتى واحد. انا اختي بنت كبرت معاها اكثر ما نكبر مع امي ولاحتني وحرشت عليا بنت اختها جرات عليا من داري وضربتني. كي درتي تمشيتي اسبانيا؟ مطيع سيدنا مطيع الله يرحمه ولا الله يوسي عليه ولا الله اعلم هو اللي صاوب لينا الباسبور. العامل اللي خدم نعم العامل مطيع وصاوب لينا الباسبور ومشيت انا مشيت في بقى 90 ما دخلت بقى ما كملتش بقى ما كايناش الفيزا بقى ما كايناش الفيزا ما كايناش الفيزا انا بركت عامين عاد داروا الفيزا ومشيت وبقيت خدامه في الديور وخدمت وملي الله تبارك وتعالى حن عليا وانا كنت مرضيه مع والديا كنت هزاهم ومسير عليهم وكل شيء كنعطيهم ما كنقلع الوالديا والو ومشيت تما بركت عامين وخدمت وصوبوا لينا الوراق وعقبت رجعت وبقيت كنمشي وكنجي ودابا انا خدامه. وتزوجتي تما عاوتاني؟ وتزوجت بالراجل تا ولات عندي مع شحال من عام عاد تزوجت به. ثالث راجل ثالث؟ راجل ثالث. ودابا انا عايشه في كنيادا الريال مدريد. مدريد انا كتخلصي لا غوتخيت ديالك؟ ما عندك حتى مشكل، المشكل عندك مع وليداتك. صافي قالوا لك لحتينا فاش كنا صغار. لحتينا ملي كنت صغار وانا بنيت ليهم وكسيتهم ودرت ليهم باش يخدموا. الدريه راه عندها دابا ثلاثه ديال التراكسات والكاميو ديال الرموك كنعاونهم بغاو مليون بغاو جوج بغاو ثلاثه. والنمسيه مرضات دخلتها للكلينيك ديال اسيمه ودخلات مع كانت هنا في المغرب؟ ايه هي في المغرب هي. قلتي في اسبانيا عطاوها وحده في في اسبانيا. علاش شحال ولد؟ اربعه؟ لا والده جوج. جوج؟ جوج بنات اول. ثلاثه؟ ثلاثه انا والده ثلاثه د الاولاد جوج بنات اول. الولد والبنت مع الراجل الاول والبنت مع الراجل الثاني اللي بلا كاغد. بلا كاغد. وبثلاثه عندهم معاهم المشاكل؟ كلهم كي هذا اللي في اسبانيا اللي هذا لا لا الولد الولد عادي خلى لي داري عشوائيه بنى لي دار فوق ما موجبش راع ودابا الدار ما دخلهاش في البناء ودابا راه عشوائيه ما نبيعها ما نكتبها ما والو وخسر لي داري. لو كان شفتي ديك الدار كي خلاها دار لي القوادس ماشي في بلاصتهم دار لي الله يهديهم الحبيبه ديالي. دابا انت باش كتحسي ملي كيكون اليوم ذكرى المسيره الخضراء اش كتفكري؟ كنتفكر ديك الذكرى اللي دوزناها في المسيره دوزناها زوينه مع الحباب ومع الصحاب ومع دوزناها بحال خوت زعما دوزنا واحد لبيت نداء الوطن. ودوزنا واحد النباء وداك ملي كتجيني كتبكيني وكنبغي نجي ليها ملي كنكون ما نكونش هنا. دابا انا ملي تنكون هنا داك العام جيت ليها وهذا العام ثاني جيت ولقيتها وكنجي ليها ملي كتجيني الحماس تاع اسبانيا ديال دوك واخا نكون في اسبانيا كنقول لهم انا راه كنت في المسيره وها هي فين كنت وها فين كنت وكنا عايشين مزيان كان عندنا الماكله كانت عندنا كل شيء الحمد لله كنا زعما مسيره رائعه رائعه تتفتخري بها انت كمغربيه. كنفتخر بها زعما ديما كنفتخر بها وديما كنديرها ولكني مشاو ليا حافظات الاغنيه هذه هو الوطن. الله اكبر صوت الله الحسن الله اكبر صوت الحسن ينادي يا زعما ملي كنسمعوها كتجينا البكيه لسانك يا كتجينا البكيه ملي كنسمعها كنبقى نبكي وزعما عزيزه عليا المسيره ودوزتها ولكني ما بقات ليا حتى ورقه لا حوم ليا لا حتى ليا اختي لا حوليا اوراقيه ولا حوليا كل شيء وخلاوني ما عندي والو وبقى فيا الحال على داك الشيء اللي داروا ليا بقى فيا الحال داروا ليا خوتي خو هذيك ولادي خلاوني بوحدي دابا ما عندي حتى واحد. عندك الله سبحانه وتعالى. كنجي لهاد المغرب كنبقى عبرانيه ما عندي حتى واحد. لا ما تقوليش هكاك الحبيبه ديالي. ما تهلاو فيا في وسط بلادك. ما تهلاو فيا خوتي ما تهلاو فيا والو خوتي شبع فيا معيور وضربني في وسط السوق وداني الجدرميه قال لهم هذه راه حصلتها مع واحد. شكون هو هذا؟ هذا خويا. انت هادشي داك العام
وبرك يعير فيا. حصتك مع واحد؟ قال لي حصتني مع واحد، وانا داك الواحد راه نسيبي، راه واخد ربيبتي. وبرك يعير فيا، وداونا الجدرميه بركنا نضاربو، حيت هو بنته واخدها خويا، خدها واخدها ولدي، بنته واخدها ولدي. وبرك يقول لي مراه كتعيط. هذه اللي ميته ليه المراه. اللي ميته ليه المراه، وخايدها، وها هي قجعتني، ها هي الخط ديالها راه باقي باين. والله يهدينا خلق الحبيبه. مشيت نجيبو على بنتها، بنته ضاربها، خاسر ليها فمها، راه كان كلشي عندي في التصاور ديال التليفون، ومشى ليا، كيمشي ليا الواتساب، وكيمشيو ليا كلشي. وهكاك لو كان شتي واحد الحاله داروا ليا، ودابا راه كنجي للمغرب ما كنصيب حتى واحد. مي ماتت، با مات، والانسان اللي كيمشي لواحد البلاصه ما يبقاش يرجع، ما يبقاش يشري حتى هنا، حتى هنا ما يشريش. لا ما تقوليش هكا، كترجعي لبلادك. امتى غترجعي لاسبانيا؟ غنرجع نهار الجمعه. دابا راه تمشي وبدا يجيك الحنين، خصك ترجعي للمغرب، ما تقدريش تبقاي بلا ما تجي. كنجي، ولكن واخا كنجي كنتمحن، كنمرض، كنمرض راه بحال راه كنت مريضه ثلاث شهور وانا. والله يهدي ما خلق ميمت. طاب ليا الفم، وما خليت، ما درت والو. دوك الاولاد ما ردوا ليا حتى حاجه، هو شريت لي، بنيت لي، كسيتو، اللي خلا ما حتى من الحوايج راه باقي، حوايجي راه باقي لابسهم، ما خليت، ما شريت لي، درت ليه اللي كان. انت درتي شويه هذاك كذا. درت على الدار. والحمد لله وعندك لانتريت ديالك. وتهلاي في راسك. بداك لانتريت ديالك عندك الدار ديالك، تهلاي في راسك. صافي عاد الدار، وهذيك اللي ساكنين تما حنت. مشيتي درتي عمره؟ مشيت. ايوا ديري شي حجه. لا ما كليتش، بغيت نمشي للحج، لا العمره لا حج. علاش؟ ما عجبنيش ديك الحاله هكاك. ياك شنو ما عجبكش؟ ما عجبنيش، الناس فيها بزاف كفار. اه؟ الناس فيها بزاف كفار. كيفاش فيها الكفار؟ ذاك راه بيت الله. واخا بيت الله هي، ولكن الناس، المجتمع ديال الناس خايبين. بحالاش بحالاش؟ ما تعيشيش مزيان، كتمشي كترابقي مع الناس، ما كيراعيوش لك، كتمشي عند الناس ما كيديوهاش فيك، تبغي تبركي ما تصيبي فين تبركي، تبغي تدخلي كيجريو عليك، ما يخلوكش تصلي ببيت حرام بزاف. هادشي أول مرة غنسمعوا الناس كيمشيو مشوقين وكيجيو مشوقين. والو، عرفتي يكذبوا، عرفتي يكذبوا. أنا راه مشيت بركت فيها شهر وعشر أيام، والو هذاك الشيء اللي جرى ليا فيها ما نكذبش عليك، ما عجبنيش الحال. مع من مشيتي؟ مشيت مع واحد الخينه في اسبانيا، مع واحد مرشي تما. مشينا بثلاثه د الملايين. مرافق؟ مرافق، ماشي مرافق، المرشد اللي كيدي بالفلوس. ايه، ومشينا معاه. هو ما تهلاش فيكم؟ لا هو كان معانا، ولكن الناس اللي كتمشي معاهم وترافقيتي وياهم هما ما تيحنوش فيك، تيخليوك، تيحتقروك. انا ما نكذبش عليك، انا الناس ما كيديروش ليا. دابا انت حتى واحد ما صدق لك في الدنيا. والو. لا ولادك، لا عائلتك، لا جيرانك، لا جيراني، لا جيراني مزيانين معايا. كيدير مع راجلك مزيان؟ اه مزيان، هذاك مزيان معايا، ولكن جيراني انا كلهم مزيانه معاهم. جيراني كلهم مزيانين، لان الناس اللي كنتعرف عليهم هذيك الساعه هما ما الله ما شاء الله، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ما عاجبين، ما داروش معانا مزيان. ومشينا وتكرفسنا، ومشى بنادم بزاف وتكرفسنا، ما نكذبش عليك، تكرفسنا ومرضت وشي شكل، وجيت واحد الحاله لا تعرف. غريب جدا، بالرغم من ان هذيك من اطهر بقاع العالم. هي 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 مزيانه، هي اطهر خلق في الدنيا، في البلد، في البلاد كلها. ولكن المجتمع خايب. ما جيتيش مرتاحه؟ جيتش مرتاحه، ما نكذبش عليك، جينا مكرفسين. سبحان الله العلي العظيم. جيت ومرضت، مرضت واحد المرضى زقل ما نموت، مرضت واحد المرضى. غريب جدا. ما عمرني شفت. ولا لا يحرم شي واحد من ذاك المقام. هي تمشي ليه، وانا راه ماشيه ليه، وانا كنعي، كندير. راه شفتك، شفتك. كندير في الايدان، وطلعت في الايدان وتشوفت. شفتو وريتيني التصويره ديالك في المكة. مكة، وشفت، وكنت كنتعلم باش ندير، نمشي نعيش، نمشي المسيرة، نديرو مسيرة ونمشي للقدس، وكنطلب القدس نمشي ليه نصلي فيه. إن شاء الله يا رب. لا لا يحرم شي واحد. ونمشي ليه. لا لا يحرم شي واحد. في مكة، قلتها في مكة. ولا لا يحرم شي واحد من هذه الأمنية هذه. إذا مشاهدينا الكرام،
غنختم معكم هذا البث مباشر وهذه القصه المؤلمه ديال ميمينة. كنتمنى ربي يفرجها عليها، الله يفرجها عليك، الله يهدي وليداتك. شي زوينه وهذا الانسان زعما. غنختم معكم مشاهدينا الكرام الى اللقاء في بث اخر باذن الله.